فقرتنا اليوم لعشاق عطور الفانيلا، حنبلش بالمرتبة العاشرة. بالمرتبة العاشرة يحتلها فلفت فانيلا من برفيوم كو. هالعطر من العطور الحصرية الموجودة بجولدن سن، مو بس عطر فانيلا بس هو كمان عطر الأزهار الشرقية. احتل المرتبة التاسعة دولتشي اند غابانا عطر الفانيلا ذا وان، هو عطر ناعم بتأثير عطري لا يضاهى. احتل المرتبة الثامنة عطر شاليمار من غارلان، هذا العطر كلاسيكي وفريد بالحمضيات ولمسة الفانيلا. بالمرتبة السابعة هو عطر فان كليف ان أربلز فانيل أوركي، هذا العطر لكل الأوقات صيف وشتاء وهو مزيج من الفانيلا والكاكاو. بمرتبتنا السادسة احتل كيلان لوف دونت بي شاي، هذا العطر بمزيج الفانيلا والمارشميلو يلي بيخليه يكون حلو، وهذا العطر فعلا يستحق التجربة. المرتبة الخامسة احتل بلاك أوبيوم من إيف سان لوران، هذا العطر هو من أحد عطور الفانيلا الأكثر مبيعا حول العالم، لهيك هو بيحتل هاي المرتبة. واحتل المرتبة الرابعة بايريدو جيبسي ووتر، هذا العطر من أجمل عطور الفانيلا على الإطلاق، وهذا العطر كمان خليط الكرز الكاكاو والفانيلا. يحتل المرتبة الثالثة كمان عطر من إيف سان لوران، هذا العطر هو سينما، هذا العطر من عطور الفانيلا المشهورة عالميا، هو إصدار قديم ما فينا ننسى كمان هو عطر من مزيج الأزهار الناعمة. المرتبة الثانية مونتال فانيلا إكستاسي، هذا العطر يلي بيميزه انه هو بالفانيلا بس كمان رجالي ونسائي. اخيرا وصلنا للمرتبه الاولى وبيحتل عطر مانسيرا فلفت فانيلا، هو عطر نسائي ورجالي بالفانيلا والمسك الابيض. هدول كانوا افضل عطور بتوليفه الفانيلا. استنونا بفقره جديده مع 10 عطور جديده.